وإلى متابعة أخبار المحترفين، حيث أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي أن السبب الرئيسي للغزارة التهديفية التي يسجل بها اللاعب هذا الموسم منذ انضمامه إلى الريدز بداية الموسم الحالي يرجع إلى المدرب يورغن كلوب. وقال صلاح في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية أن أسلوب المدرب الألماني يورغن كلوب يجعله في مناطق قريبة جدا من المرمى، وهو ما يتيح له فرصة تسجيل العديد من الأهداف. وسجل صلاح 30 هدفا في 36 مباراة لعبها مع ليفربول هذا الموسم في كل البطولات، حيث أصبح اللاعب رقم 13 في تاريخ ليفربول الذي يسجل هذا العدد من الأهداف في أول موسم له. ذكرت تقارير صحفية أن محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي والمعار من أندرلخت البلجيكي أصبح هدفا للعديد من الأندية التي ترغب في ضمه لصفوفها. وقالت التقارير أن أندية جلاطا سراي وبشكتاش وفناربخشا وواتفورد وويست هام وليستر سيتي قد أبدت رغبتها في ضم اللاعب الذي يتألق في الدوري التركي بتسجيله 10 أهداف في 22 مباراة مع قاسم باشا. وانضم تريزيجي إلى صفوف قاسم باشا على سبيل الإعارة من أندرلخت البلجيكي حتى نهاية الموسم الحالي. حرص الجهاز الإداري للمنتخب الأول بقيادة إيهاب لهيطة مدير المنتخب على مساعدة مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي لاستخراج تأشيرة سفر لألمانيا. وطلب الجهاز الفني للمنتخب الأول من مصطفى فتحي ضرورة السفر إلى ألمانيا من أجل الكشف الطبي والحصول على العلاج بعد تكرار الإصابة في الركبة. أكد حسين السيد لاعب فريق الاتفاق السعودي على أهمية الفوز في المباريات القادمة بالدوري السعودي من أجل تحسين ترتيب الفريق. وقال حسين السيد في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة القادسية والمقرر إقامتها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري السعودي: كنا بحاجة للنقاط الثلاثة في المباراة الماضية وحصلنا عليها. وأضاف: المرحلة القادمة مهمة جدا ليحسن الفريق من تركيبه في سلم الدوري، وعلى كل لاعب دور ومسؤولية لتنفيذ المهام المطلوبة منه. والآن فاصل قصير ونعود للملاعب العالمية، ابقوا معنا.